بيبدأ المسلسل بزينب وأختها بيرنا وبيكونوا صاحيين من النوم متأخرين على ميعادهم، وده لأن تليفوناتهم فصلت شحن والمنبه ما ضربش في ميعاده، وبنعرف إن مفيش كهربا في البيت لأن أبو زينب وبيرنا ما سددش فاتورة الكهربا وصرف فلوسها على القمار زي عوايده، وبتكون بيرنا نسيت إن هي تكوي هدومها وهدوم أختها بالليل، فبتضطر زينب إن هي تلبس هدومها من غير ما تكوي، وبتكون زينب متضايقة ومتوترة لأن هي هتروح شغلها وهدومها شكلها وحش، وبعدها بتكون زينب في طريقها للمدرسة وبتنزل مطرة جديدة وبتبوظ هدومها أكتر ما هي بايظة، وبعدها بتوصل زينب للمدرسة اللي هي بتشتغل فيها وبيقابلها مدير المدرسة اللي ما بيكونش عاجبه شكل زينب ولا منظر هدومها، وبيتعصب المدير على زينب وبيطلب منها إن هي تهتم أكتر بمظهرها، وده لأن هي المدرسة الوحيدة من ما بين كل المدرسين اللي لبسها مش حلو ومتبهدل، فبتتضايق زينب من كلامه ولكنها بتكتم مشاعرها جواها وبتعتذر للمدير وبتدخل المدرسة علشان تشوف شغلها، وفي نفس الوقت ده بيكون في شاب غني اسمه أونور بيمارس رياضة الجري، وبيكون أونور مشهور جدا والصحافة دايما بتهتم بأخباره، وده لأن أونور شاب من عيلة غنية جدا، ده غير إن هو رجل أعمال وبيدير شركة كبيرة، وده لأن هو سنه صغير وشكله وسيم، فأخباره وعلاقاته النسائية بتكون شغلة الصحفيين باستمرار، ولما بيوصل أونور بيته بيجهز نفسه بسرعة وبيروح يفطر مع عيلته، وبيقعد أونور جنب أمه اللي بيكون اسمها نالان، وطبعا العادات وتقاليد العيلة فأونور وأمه بيستنوا الجدة زمرد لحد ما زمرد تيجي علشان يفطروا كلهم سوا، وبتيجي الجدة زمرد وبترفض إن هم يبدأوا فطار غير لما تيجي ألارا أخت أونور، وبتكون زمرد متضايقة لأن ألارا متأخرة عن ميعاد الفطار، ده غير إن ده أول يوم في المدرسة الكهان ابن ألارا، والمفروض إن ألارا ما تتأخرش عن ميعادها، وأخيرا بتيجي ألارا ولكن نالان بتكون متضايقة من لبسها وبتطلب منها ترجع تغير هدومها، وده لأن ألارا بتكون لابسة هدوم ما ينفعش تروح بيها مدرسة ابنها، وبعد ما بيخلص الفطار أونور وأمه وأخته بيروحوا مع كهان علشان يوصلوه للمدرسة، وبتيجي قهوة سكرتيرة أونور وبتاخد منه مفاتيح مكتبه علشان تدخل تخلص الشغل لحد ما هو يرجع من المدرسة، وبيظهر إن نالان ما بتحبش قهوة وبتكون متضايقة من وجودها، ولكن قهوة بتتجاهلها تماما وبتسيبها وبتدخل البيت، وأول ما بيوصل أونور للمدرسة بتشوفه زينب وبتروح له وبتسلم عليه وبتقول له إن هي من أشد المعجبين بيه وبعيلته، وده لأن هما دايما بيقوموا بالأعمال الخيرية في المجتمع، وبتقول زينب لأونور إن هو وعيلته أنقذوا حياتها، وده لأن هي من أسرة فقيرة وما كانتش هتقدر تكمل تعليمها لولا المنح الدراسية اللي بتقدمها عائلة أونور، وبتقول له كمان إن هي عضوة في الجمعية الخيرية الخاصة بعيلته، وفي اللحظة دي مدير المدرسة بيشوف زينب وهي بتتكلم مع أونور فبيفتكر إن هي تعرفه، ولأن عائلة أونور هم أصحاب المدرسة أصلا فبيخاف المدير إن زينب تشتكي لأونور لأن هو زعق لها من شوية، فبيستنى أقرب فرصة وبيتكلم مع أونور وبيعرفه إن كهان هيكون في فصل المدرسة زينب لأن زينب أحسن مدرسة في المدرسة، فبتستغرب زينب من كلام المدير خصوصا وإن أونور بيبان عليه إن هو مش مهتم وبيستأذن وبيمشي، وبتكون في واحدة من المدرسات سمعت كلام المدير مع أونور عن زينب فبترجع لزمايلها وبتحكي لهم اللي حصل، وبيكونوا كلهم مستغربين من اهتمام المدير بزينب على الرغم من كونها بنت فقيرة ومبهدلة في نفسها وما بتعرفش تلبس كويس، وبتسمعهم زينب وكلامهم بيجرحها وبيسبب لها حزن شديد، ولكنها بتتجاهل كلامهم وبترفض ان هي ترد عليهم، وفي اللحظة دي أونور بيكون منفعل جدا لانه بيشوف خبر في الصحف عن الشركة اللي هو هيتعاقد معها قريب، وبيقول لأمه ان في حد بيتجسس عليه وبينقل اخباره للصحافة خصوصا وان مفيش حد يعرف اي حاجة عن الصفقة دي، فبتستغرب نالان من كلام أونور لان هو ما حكلهاش هي والجدة زمرد عن الصفقة دي اصلا، فبيقول لها أونور ان جدته ما كانتش هتوافق وان هو عاوز يعمل تجديد في اسلوب ادارة الشركة علشان يواكب تطورات السوق، وبيظهر ان أونور عاوز يوصل للصحفي اللي نشر الخبر علشان يعرف منه مين اللي بلغه، فبتقوله نالان ان محدش يقدر يعمل كده غير اهو، وبتعرفه ان هي مش بتثق فيها لكن أونور ما بيقتنعش بكلامها وبيسيبها وبيمشي، وبعدها بيجي كنان رئيس الامن وبيبلغ نالان ان هو قتل الصحفي اللي نشر الخبر، وده علشان أونور ما يعرفش يوصله ويعرف مين اللي بلغه بالمعلومات عن الصفقة، وبنعرف هنا ان نالان هي اللي سربت خبر الصفقة للصحافة وده علشان تعاقب ابنها لانه ما خدش رأيها قبل ما يتصرف، وفي الوقت ده اهو بتكون في مكتب أونور وبتخبط اباجورة من غير ما تقصد وبتقع الاباجورة على الارض وبتتكسر، وبتتفاجئ اهو ان في جهاز تنصت موجود في الاباجورة، ولان اهو عارفة شخصية نالان كويس جدا فبتفهم ان هي بتتجسس على ابنها، فبتجري اهو على اوضة نالان وبتدخل لها من غير ما حد يشوفها وبتفضل تدور في الاوضة لحد ما بتلاقي جهاز متوصل بكاميرات موجودة في مكتب أونور، فبترجع قهوة على مكتب
ونور وبتفضل تدور لحد ما بتلاقي 4 كاميرات محطوطين في اماكن سرية. وبعد شوية وقت بيرجع ونور وامه للبيت، ولما بيدخلوا المكتب بتتفاجئ نالان ان اهو لسه موجودة، وبتنصدم لما بتلاحظ ان الاباجورة مش موجودة على مكتب ونور. فبتسأل اهو عن الاباجورة، فاهو بتقول لها ان هي ما شافتهاش اصلا. فبتشك نالان في كلام اهو وبتجري بسرعة على اوضتها علشان تراجع تسجيلات الكاميرات وتعرف ايه اللي حصل اثناء غيابها، لكن نالان بتنصدم لما بتشوف اهو هي بتبص لها في الكاميرات. فبتتخض نالان وبترتبك لان اهو عرفت ان هي بتتجسس على ونور. وفي الوقت ده بتكون زينب رجعت بيتها، وبتتفاجئ لما بتلاقي ابوها قاعد حزين وفي اثار ضرب على وشه. فبتعرفها بيرنا ان في ناس ضربوه من غير سبب، فبتطلب منه زينب ان هو يعمل محضر في اسم الشرطه، لكن الاب بيرفض ان هو يعمل كده. فبتشك بيرنا في كلامه وبتتعصب عليه، وبتقول له ان هو خايف يعمل محضر لان هو اكيد مديون للناس بفلوس وما سددهاش، وده بسبب ادمانه للعب القمار اللي بوظ لهم حياتهم كلها. وبتقول بيرنا لابوها ان هي زهقت وتعبت منه، وبتفكروا ان زينب بتشتغل وبتتعب علشان تصرف على البيت، وهو مش بيفكر غير في نفسه وبس. فبتهديها زينب وبتطلب منها تتكلم مع ابوها باسلوب كويس، وبتسال زينب ابوها عن المبلغ اللي هو مديون بيه، وبتنصدم لما بتعرف ان هو مديون ب 25,000 ليرة، ومع ذلك بتطمنه وبتقول له ان هي هتتصرف. وبالليل بتتجمع عيله انور على العشاء، وبيظهر ان زمرد متضايقه من انور لان هو ما عرفهاش بموضوع الشركه اللي هو هيتعاقد معاها. وبتقول زمرد لانور ان هي صاحبه الشركه، وان هي مش هتسمح له ان هو يشتغل في اي مجال تاني غير مجال شغلهم اللي هما بيشتغلوا فيه من سنين. فبتحاول نالان ان هي تتدخل، لكن زمرد بترفض تسمع منها اي كلام. وبتكمل زمرد كلامها مع انور وبتفهمه ان هي عايزه تحافظ على تراث العيله، وبتطلب منه ان هو يتجوز علشان مظهره الاجتماعي يكتمل ويكون مناسب لرجل اعمال بيدير شركه كبيره. ده غير ان هو لما يتجوز ويأسس عيله كل اصحاب الشركات هيثقوا فيه وهيعرفوا ان هو شخص مسؤول. لكن انور بيرفض كلام جدته وبيطلب منها ما تتكلمش معاه تاني في الموضوع ده، وبيعرفها ان هو ما بيفكرش في الجواز دلوقتي، وبيسيبها وبيمشي. وبعد العشاء نالان بتتصل على شخص مجهول وبتطلب منه يجمع لها معلومات عن اهو، وبيظهر ان نالان عايزه تخلص من اهو باي شكل. وفي الوقت ده بتكون زينب قاعده مع اختها بيرنا، وبتحكي لها ان هي قابلت انور في المدرسه، وبيبان على زينب اعجابها الشديد بانور، وبتقول لبيرنا ان هي مستنيه ميعاد الحفله الخيريه بفارغ الصبر، وده لان انور اكيد هيكون موجود في الحفله. ولكن زينب بيكون عندها مشكله، وهي ان هي ما عندهاش فستان تحضر بيه الحفله. فبتجري بيرنا وبتجيب فستانها اللي هتحضر بيه حفله التخرج، وبتديه لزينب علشان تحضر بيه الحفله. فبترفض زينب ان هي تاخد فستان اختها، ولكن بيرنا بتصمم على رايها، خصوصا وان زينب هي اللي اشترت لها الفستان ده اصلا. وتاني يوم بيكون في شخص اسمه سرحات في المستشفى، وبيكون سرحات عمل عمليه تجميل في وشه وغير ملامحه تماما، وده لان هو اتصاب بقنبله اثناء تنفيذ مهمه خاصه بشغله، والقنبله دي شوهت وشه. وبنعرف ان سرحات كان بيشتغل ضابط شرطه وان هو تقاعد من شغله بسبب اصابته. وبيكون سرحات مستغرب من شكله الجديد، فبيفهمه الدكتور ان هما بذلوا مجهود كبير جدا علشان يوصلوا للنتيجه دي، وبيطلب الدكتور من سرحات ان هو ما يزعلش ويكون فخور بنفسه، وده لان هو قدم خدمات كتير للمجتمع وكان بيحافظ على الامن طول فتره خدمته. وبتيجي سحر ام سرحات وبيكون معاها ابنها البير، وبيكون مستغرب جدا من شكل ابوه. فبيقرب منه سرحات وبيهديه وبيقول له ان هو هيتعود على شكله الجديد بمرور الوقت. وبعدها بتلاحظ سحر ان سرحات لسه حزين، وبيكون سرحات ماسك صورته مع مراته وابنه البير، وبيظهر ان مرات سرحات تبقى هي نفسها اهو سكرتيرة انور. وبنعرف هنا ان اهو اسمها الحقيقي فيجان. وبنعرف كمان ان سرحات فاكر ان مراته انتحرت بسبب حزنها عليه بعد الحادثه، فبيقول لها سرحات ان هو هيقابل كنان صاحبه وهيطلب منه يشوف له شغل معاه. وفي اليوم اللي بعده بيصحى سرحات من النوم وبيلاقي البير واقف وبيبص له علشان يستوعب ملامحه الجديده، فبيهزر سرحات مع ابنه بيفضلوا يلعبوا سوا. وبعدها البير بيطلب من سرحات ان هو يفضل معاه وما يروحش الجنه زي امه، فبيطمنه سرحات وبيوعده ان هو هيفضل جنبه ومش هيسيبه. وبيجي يوم الحفله وبيوصل انور للمكان وبتكون معاه اهو، وبتستقبله زينب وبتعرفه ان هي المشرفه على الحفله وبترحب بيه، وبتطلب منه ان هي توصله للترابيزه اللي هيقعد عليها، لكن اهو بتمنعها وبتقول لها ان هي اللي هتوصله. وبعدها زينب بتروح لانور علشان تعرفه ببرنامج الحفله وكمان ميعاد الخطاب اللي هو هيقوله،
لكن اهو بتشوفها وبتلحقها قبل ما توصل لأونور وبتسألها هي عايزة تتكلم معاه في ايه. فبتقول لها زينب على الكلام اللي هي عايزة تقوله. فبتروح اهو لأونور وبتبلغه بكلام زينب. وفي الوقت ده بيوصل سرحات للحفلة وبيسأل على كنان، لكنه بيعرف من افراد الامن ان هو مش موجود، فبيقرر ان هو يستنى برا. وبيلاحظ سرحات ان في شخص بيبان عليه ان هو مرتبك ومتوتر، فبيركز معاه وبيشوفه وهو بيدخل من باب الموظفين، ولان سرحات ضابط شرطة سابق فبيشك في الشخص ده. وبيدخل لأفراد الأمن وبيبلغهم باللي هو شافه، ولكنهم مش بيهتموا بكلامه. وفجأة الشخص ده بيدخل القاعة وبيقفل الباب وبيمسك مسدسه وبيضرب نار في الهواء، فبيخافوا كل اللي موجودين في الحفلة وبيستخبوا. وبعدها بيروح الشخص ده لأونور وبيرفع المسدس في وشه، وبتكون زينب واقفة جنب أونور وبتطلب من الشخص ده ان هو يهدى وينزل سلاحه، لكنه بيتجاهل كلامها وبيقول لأونور ان هو لازم ينتقم منه لانه قتل اخوه. فبيقول لأونور ان هو ما يعرفش اي حاجة عن الكلام اللي هو بيقوله. وفجأة بيقتحم رجالة أونور المكان، فبيضرب الشخص ده عليهم نار وبيلف علشان يقتل أونور، لكن زينب بتمسك أونور وبينط هما الاتنين في النهر. وفي نفس اللحظة دي رجالة أونور بيضربوا الشخص ده بالنار وبيقتلوه. وبعدها بيجري كنان وبينط في المية وبينقذ أونور وبيسيب زينب. وبيكون سرحات متابع اللي بيحصل وبيجري بسرعة وبينط في المية وبينقذ زينب من الموت. وبعدها نشرات الأخبار بتذيع خبر المدرسة الشجاعة اللي قدرت تنقذ رجل الأعمال المشهور من الموت. وبتكون بيرنا مع ابوها في الشغل، وبينصدموا لما بيشوفوا الخبر وبيجروا بسرعة على المستشفى علشان يطمنوا على زينب. وفي الوقت ده بيكون محامي عيلة أونور مع زينب في المستشفى، وبيطلب منها ان هي ما ترفعش اي دعاوى قضائية ضد الجمعية الخيرية، وبيديها شيك بمبلغ كبير كتعويض على اللي حصل. فبترفض زينب ان هي تاخد الشيك وبتقطعه قدام المحامي، وبتقوله ان اللي حصل ده مجرد حادثة، وبتطمنه وبتقوله ان هي مش هترفع عليهم اي قضية. فبيطلع المحامي ورقة من شنطته وبيطلب منها ان هي تمضي على اقرار بكلامها ده. فبتمضي زينب على الورقة وبيشكرها المحامي وبيمشي. وبعدها بيوصل ابو زينب واختها بيرنا وبيطمنوا عليها. واول ما ابو زينب بيشوف الشيك اللي متقطع بيسألها عنه، فبتحكي له على اللي حصل بينها وبين المحامي. وبيظهر ان ابو زينب مش عاجبه ان زينب رفضت تاخد الشيك، فبتتضايق منه بيرنا وبتتعصب عليه، وده لان هو مهتم بالفلوس ومش مهتم ببنته، واللي محدش من عيلة أونور فكر ان هو يجي يطمن عليها، وده بعد ما ضحت بنفسها علشان تنقذ ابنهم من الموت. وفي اللحظة دي بتكون الممرضة سمع كل كلام بيرنا، فبتتصل بنالان وبتعرفها باللي هي سمعته. وبعدها المحامي بيرجع لزينب وبيقول لها ان نالان ام أونور بتشكرها، وبيقول لها ان هي مستنيها تزورها في بيتها اول ما تخف. واول ما بتسمع بيرنا الكلام ده اعصابها بتهدأ. اما ابو زينب فبينبه على بنته ان لو ام أونور عرضت عليها فلوس ما ترفضهاش. وبعد ما بتخرج زينب من المستشفى بتروح بيت أونور، وبتقعد مع نالان اللي بترحب بيها وبتشكرها على اللي هي عملته مع ابنها، وبتديها تليفون جديد كهدية بدل اللي وقع منها. فبتفرح زينب جدا وبتشكرها نالان وبتمشي. وبتخرج زينب من البيت وبتلاقي أونور قدامها، وبيكون مبسوط ان هو شافها وبيشكرها على اللي هي عملته. وبعدها بيدخل أونور البيت وبيروح لأمه وبيقول لها ان الشخص اللي حاول يقتله يبقى اخو الصحفي اللي كتب عنه الخبر. وبيقول أونور لأمه ان الشخص ده كان بيتهمه ان هو اللي قتل اخوه. وبيبان من كلام أونور ان هو شكك ان امه هي اللي ورا الموضوع، وبيقول لها ان هو بيتمنى ما يكونش ليها علاقة بقتل الصحفي. وفي الوقت ده زينب بترجع على البيت وبيسألها ابوها اذا كانت ام أونور ادتها فلوس. فبتقول له زينب ان هي ما ادتهاش فلوس وان هي ادتها تليفون جديد وبس. وبالليل بتكون اهو في بيت أونور، وبتروح لها نالان وبتهددها ان هي لو قالت لأونور على موضوع الكاميرات دي هتأذيها. وبيظهر ان اهو مش خايفة من نالان، لان هي بتروح لأونور وبتقول له ان امه حاطة كاميرات في مكتبه، وبتاخده وبتروح بيه على المكتب علشان توري له اماكن الكاميرات. وهناك بتتفاجئ اهو ان الكاميرات مش موجودة في اماكنها، فبيتعصب أونور عليها لان هي بتوقع بينه وبين امه. لكن اهو بتوري له تسجيلات على تليفونها، وبيتأكد هنا أونور ان امه كانت بتتجسس عليه. فبيروح لامه وبيوريها التسجيلات وبيتخانق معاها، وبيتهمها ان هي اللي سربت خبر الصفقة للصحافة، وده معناه ان هي اللي قتلت الصحفي علشان تداري على اللي هي بتعمله. فبتنكر نالان كل الكلام ده وبتقول له ان الفيديوهات دي مزيفة. فبيتعصب عليها أونور وبيقول لها ان هو عارف طبعها كويس، وبيقول لها ان هي ما بتفكرش في اي حد غير نفسها وبس، وان هي ما يهمهاش ان ابنها يفشل في شغله او حتى يدخل السجن بسببها. فبتمثل نالان ان هي منهارة وبتعيط، وبتقول له ان هي كانت خايفة عليه، لكن أونور ما بيصدقش كلامها وبيسيبها وبيمشي. وبيروح لأهو اللي بتمثل هي كمان ان هي خايفة ومرعوبة من امه علشان هتأذيها بعد ما فتنت عليها. فبيطمنها أونور وبيقول لها ان ما فيش حد هيقدر يأذيها طول ما هو جنبها. فبتقرب منه اهو وبتشكره،
وبتقوله ان هي مستعدة تعمل اي حاجة هو عاوزها. فبياخدها اونور وبيروحوا على البيت التاني وبيقضوا الليلة سوا. وتاني يوم قهوة بتصحى اونور من النوم علشان يروح الشغل، فبيقولها ان هو تعبان وان هو عاوز يقضي معها اليوم في البيت. فبتقوله ان هي هتخرج علشان تجيب مشروبات لان البيت فاضي وما فيهوش حاجة. فبيوافق وبيقولها ان هو هيطلب اكل من المطعم على ما هي تيجي. وفي الوقت ده نلام بتعرف ان اونور بات برا البيت، فبتشك ان هو يكون مع اهو في البيت التاني. وبتروح لالارا وبتطلب منها ان هي تروح البيت التاني وتتأكد اذا كان اونور هناك، لكن الارا بترفض وبتقطعهم سينيز الخدامة اللي بتشتغل في بيت نالان، وبتبلغ نالان ان زينب عايزة تقابلها. فبتروح لها نالان وبتكتشف ان زينب جايبة هدية لأونور، ومع ان الهدية بتكون بسيطة ولكن نالان بتشكر زينب بطريقة مبالغ فيها، وده لان نالان جات لها فكرة ذكية في دماغها. فبتقول نالان لزينب ان اونور هيفرح جدا بالهدية دي وهيفرح اكتر لما هي تقدمها له بنفسها. فبتستغرب زينب من كلام نالان وما بتكونش فاهمة هي تقصد ايه بالظبط. فبتمثل نالان ان هي حزينة على ابنها وبتترجاها ان هي تساعدها علشان تطمن عليه، وبتفهمها ان اونور نفسيته تعبانة وبتقترح عليها ان هي تروح له وتدي له الهدية بنفسها، وبتقول لها ان اونور ممكن يحكي لها على اللي مضايقه. وفي الوقت ده في البيت التاني بتكون سحر قدام البيت علشان توصل الاكل اللي طلبه اونور من مطعمها، وبتتفاجئ سحر لما بتشوف اهو وهي راجعة على البيت. فبتجري عليها وبتكون مبسوطة ان هي لسه عايشة، وبتقول لها ان سرحات حزين جدا عليها. وبتقول سحر لاهو ان هي خبت عن ابنها ان هي هربت وسابت ابنها، وبتعرفها ان سرحات فاكر ان هي انتحرت بسبب حزنها عليه، وبتسألها عن السبب اللي خلاها تبعد عنهم. وبتنصدم سحر لما بتلاقي اهو بتعاملها بطريقة وحشة، وبتقول لها ان هي مش عايزة ترجع لهم تاني، وبتفهمها ان لو سرحات قرب منها اونور ممكن يقتله. وبتطلع لها فلوس وبتديها لها علشان تسكت وما تجيبش سيرة لابنها، لكن سحر بترمي الفلوس في وشها وبتشتمها لان هي تخلت عن جوزها وابنها. فبتتجاهل اهو كلامها وبتسيبها وبتدخل البيت وبتروح لاونور وبتقوله ان هي عامله له مفاجاه وان هي هتحضر له الاكل بنفسها. وبالليل اهو بتشوف سحر وهي بتحاول تتسلل للبيت، فبتفهم ان هي جايه علشان تفضحها قدام اونور. فبتروح لها بسرعه وبتمثل قدامها ان هي ندمانه على اللي هي عملته، وبتقول لها ان ابنها وحشها ونفسها تشوفه. فبتتعاطف معها سحر وبتاخدها معها علشان تشوف ابنها. وفي الوقت ده اونور بيكتشف ان اهو مش موجوده في البيت وما بتردش على التليفون، فبيقلق عليها وبيركب عربيته وبيروح علشان يدور عليها. وفي اللحظه دي سحر واهو بيكونوا بعيد عن البيت، وبتتخانق اهو مع سحر وبتهددها ان هي لو قربت من البيت تاني هتحبسها. فبتضربها سحر على وشها وبتتعصب اهو وبتزق سحر وبتوقعها على الارض. وفي اللحظه دي اهو بتقرر ان هي تتخلص من سحر، فبتمسك صخره كبيره علشان ترميها عليها وتموتها، لكن سحر بتجري منها بسرعه وبتطلع على الطريق. وفجاه بيخبطها اونور بعربيته وبتاع سحر على الارض غرقانه في دمها. فبينزل اونور من عربيته وهو مرعوب وبيتصل على اهو علشان تطلب الاسعاف. فبتروح له اهو وبتقول له ان هي مش هتبلغ الاسعاف غير لما هو يهرب من المكان الاول، وبتحاول ان هي تقنعه يسيب سحر ويهرب بسرعه، وده لان هو شخص مشهور والصحافه والاعلام هيفضحوه. لكن اونور بيقول لها ان كل ده مش مهم وان هو لازم ينقذ حياه سحر، وبيشيلها وبيحطها في عربيته وبيقرر ان هو يوديها للمستشفى بنفسه. ولكن فجاه بتوصل زينب وبتنزل من العربيه علشان تشوف ايه اللي بيحصل، وبينصدم اونور واهو لما بيشوفوها. فبيتصرف اونور بسرعه وبيطلب من اهو ان هي تستخبى بسرعه، وبعدها بيروح اونور لزينب وبيقول لها ان عربيته اتلت فجاه وهو سايق على الطريق، وبيقول لها ان هم لازم يروحوا يدوروا على ميكانيكي علشان يصلح العربيه، وبيعرفها ان هو هيجيب محفظته من العربيه وهيرجع. وبعدها بيروح اونور لاهو وبيطلب منها ان هي تاخد سحر على المستشفى. واول ما بيمشي اونور مع زينب بيوصل سرحات وبيكون بيدور على امه، وبتترعب اهو لما بتشوفه وبتهرب بسرعه بالعربيه. ولما بيوصل سرحات لمكان الحادثه بيلاقي اثار دم على الارض وبيلاقي كمان اسوره امه. وفي نفس الوقت ده اهو بتقف في العربيه في مكان مهجور، وبتشيل سحر وبتحطها على الارض وبعدها بتخنقها وبتموتها. وبعد ما سحر بتموت اهو بتنهار وبتعتذر لها وبتقول لها ان هي لو عاشت هتدمر حياتها. وبعدها بتبعت اهو رساله لاونور. وفي الوقت ده اونور بيكون مع زينب وبيسالها هي ازاي عرفت مكانه، فزينب بتقول له ان دي قصه طويله هي هتحكيها له بعدين. واثناء ما هما بيتكلموا بتوصل رساله اهو لاونور، وبتقول اهو في الرساله ان سحر ماتت وان هي سابتها على الطريق، وبتنصحه ان هو يروح مكان عام ويقول لها على مكانه علشان تبلغ الصحافه، وبكده هيكون في شهود ان اونور ما كانش موجود في مكان الجريمه لما حصلت. وبعد ما بيقرا اونور الرساله بيظهر عليه الحزن الشديد، لكنه بينفذ كلام اهو وبياخد زينب وبيروحوا لمكان عام. وفي الوقت ده في مركز الشرطه سرحات بيبلغ عن اختفاء امه، وبيقول ان هو شاكك ان امه جرى لها حاجه بسبب الدم اللي هو شافه على الطريق، لكن
لكن الشرطي بيقول له ان كلامه مش كافي وان لازم يكون في شهود على كلامه. وفي الوقت ده بيتصل اونور بكنان وبيعرفه ان هو عمل حادثه على الطريق في مكان قريب من البيت التاني، وبيطلب منه ان هو يشوف شغله وبينهي معاه المكالمه. وبعدها بتيجي مكالمه لسرحات من الشرطه وبيبلغوه ان هم لقوا امه ميته على الطريق، وبينهار سرحات لما بيروح المستشفى وبيشوف جثه امه. وبعدها بيروح مع ضابط الشرطه وبيشوف تسجيلات كاميرات المراقبه اللي في مكان الحادثه، ولكن ما بيلاقوش اي حاجه تعرفهم مين اللي قتل سحر. فبيروحوا على مكان الحادثه وبيكتشف سرحات ان الدم اللي كان على الطريق اختفى. وفي اللحظه دي بيتصل كنان بأونور وبيقول له ان هو مسح سجلات كاميرات المراقبه ونظف الارض من الدم. وبعدها أونور بيقعد مع زينب وبتلاحظ ان أونور لسه حزين، فبتديله الهديه وبتحاول ان هي تخفف عنه، وبتقول له ان هي عرفت من امه ان هو بيمر بوقت صعب وعلشان كده هي جات له علشان تتكلم معاه وتكون جنبه. فبيشكرها أونور على وجودها جنبه وبيشكرها كمان على الهديه اللي هي جابتها. وبعدها بيقعدوا يتكلموا سوا وبيكونوا مبسوطين. وتاني يوم بتكون صور أونور وزينب منتشره في كل وسائل الاعلام، وبتكون زينب مع اختها بيرنا وبتحكي لها اللي حصل بينها وبين أونور. وبتلاحظ بيرنا ان زينب سعيده جدا بسبب الوقت اللي قضيته مع أونور. وبعدها زينب بتروح المدرسه وبتتفاجئ بوجود عدد من الصحفيين وبيسالوها علشان يعرفوا منها حقيقه جوازها من أونور. فبترتبك زينب وما بتعرفش ترد عليهم، وبيجي مدير المدرسه وبيبعد الصحفيين وبياخد زينب وبيدخل بيها المدرسه. وفي نفس الوقت ده بيكون أونور بيتخانق مع اهله لان هي سابت سحر على الطريق وان هي ما راحتش بيها على المستشفى زي ما هو طلب منها. فبتعتذر له اهله وبتعيط وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بتروح اهله على مكتبها وبتسجل فيديو بتعترف فيه بان هي اللي خبطت سحر بالعربيه وقتلتها، ولكن كنان بيشوفها وبيقول لها ان هو عارف ان هي كانت بتطارد سحر وان سحر كانت بتجري منها على الطريق وأونور خبطها بالعربيه من غير ما يقصد. فبتهدده اهله ان هو لو اتكلم هي هتدمره، فبيتعصب عليها كنان وبيفكرها ان هو اللي زور لها هويتها لما هربت من بيت جوزها وان هو كمان اللي شغلها في الشركه وكان السبب في العز اللي هي فيه. فبتقول له زينب ان هي ردت له الجميل لما ساعدته في عملياته المشبوهه اللي كان بيقوم بيها من ورا أونور، وان هي كانت سبب في ان هو يكون غني ومعاه فلوس كتير. وفي نفس الوقت بيكون سرحات في المطعم وبيشوف دفتر الطلبات وبيلاقي مكتوب فيه عنوان اخر طلبيه امه وصلتها، فبيروح على هناك وبيعرف من واحده من الجيران ان أونور هو صاحب البيت ده. وفي نفس الوقت ده بيكون أونور بيتفرج على الفيديو اللي اهو سجلته، وبنعرف ان اهو بعتت الفيديو لأونور وبعتت له معاه رساله بتقول فيها ان هي هتنتحر. فبيخرج أونور مع كنان وبيدوروا على اهو لحد ما بيشوفها وهي بتدلق بنزين على عربيتها، وبعدها بتولع اهو في العربيه وبتقعد جواها. فبيجري كنان وبيجيب طفايه الحريق لكن أونور بياخدها منه وبيروح يطفي العربيه بنفسه. وبعدها أونور بيشيل اهو وبيطلعها من العربيه، فبتشكره اهو وبتقول له ان هي بتحبه وبتمثل ان هي فقدت الوعي. وبعدها كنان بيقابل اهو في مكان بعيد وبيقول لها ان هو اتفاجئ باللي هي عملته، فبتقول له ان هي مستعده تعمل اي حاجه علشان تخلي أونور يبقى خاتم في صباعها. فبيقول لها كنان ان سرحات بيدور على اي دليل يوصله للي قتل امه، فبتخاف اهو وبتطلب من كنان ان هو يقتل سرحات، وده لان هي عارفه ان سرحات مش هيسكت غير لما يوصل لهم. لكن كنان بيرفض ان هو يقتل سرحات وبيطمنها ان هو مش هيقدر يوصل لحاجه، لكن اللي ما يعرفوش كنان ان سرحات بخبرته الطويله كضابط شرطه قدر ان هو يوصل لتسجيلات الكاميرات. وبيشوف العربيه اللي خبطت امه وبيتصل على واحد صاحبه اسمه حكمت وبيطلب منه يعرف مين صاحب العربيه دي. وفي الوقت ده في البيت نلام بتقول لأونور ان صورته مع زينب منتشره في كل وسائل الاعلام، فبيقول لها أونور ان هو عارف ان هي اللي بعتت زينب وراه وان هو حب يجاريها في خطتها علشان يعرف هي عاوزه توصل لايه بالظبط. فبتقلق نلام من كلام أونور وبتكون شاكة ان في حاجة بتحصل من وراها وان اكيد اهو هو اللي ورا تصرفات أونور الغريبة. فبتروح لاهو وبتقول لها ان هي مصيرها هتعرف ايه اللي هي بتخطط له بالظبط. وفي الوقت ده ألارا بتوري صورة أونور مع زينب لجدتها زمرد، وبتفرح زمرد وبتقول على زينب ان هي بنت طيبة وبيكون نفسها ان أونور يتجوزها. وعلى العشاء بتطلب زمرد من أونور ان هو يعزم زينب عندهم في البيت وبتقول عليها ان هي بنت لطيفة ونفسها تتعرف عليها. وفي نفس الوقت ده بيجي لسرحات مكالمة من حكمت وبيعرف منه ان العربية اللي خبطت امه تبقى عربية أونور. وتاني يوم بتقول نلال لمساعدتها سنيز ان هي لازم تحقق رغبة زمرد وتجوز أونور لزينب،
وده لان زينب بنت فقيرة وهي هتقدر تسيطر عليها بسهولة، وبالتالي هتقدر تسيطر على أونور وزمرد وهتبقى هي المتحكمة في العيلة كلها. وبعدها بتروح نالان لأبو زينب وبتدي له شيك بمبلغ كبير كمكافأة لزينب علشان أنقذت ابنها أونور، فبيرفض أبو زينب إن هو ياخد الشيك لأنه بيكون خايف من بنته زينب. فبتطمنه نالان وبتعرفه إن الموضوع ده هيفضل سر بينهم، وفي نفس الوقت بيكون سرحات بيستجوب واحد من أفراد الأمن اللي في بيت أونور وبيكون اسمه سليم، وبيوري سرحات الفيديو لسليم واللي بيكون واضح فيه أرقام عربية أونور، لكن سليم بيرفض إن هو يقول أي حاجة. وأول ما بيمشي سرحات بيتصل سليم بكنان وبيبلغه، فبيطلب منه كنان إن هو يقتل سرحات. وبعدها سليم بيتصل بسرحات وبيقول له إن هو عاوز يقابله، وده لأن هو وصل له معلومة ممكن تساعده في إن هو يوصل للشخص اللي قتل أمه، وبيتفقوا سوا إن هما يتقابلوا في مكان معين علشان يقول له على اللي هو عرفه. وفي البيت بتوصل نالان وبتقول لسينيز إن هي أدت الفلوس لأبو زينب، وبتطلب منها تفكرها تبعت له فلوس كل شهر علشان تضمن موافقته على جواز زينب من أونور. وبتكون آه واقفة وبتسمع كل كلام نالان. وبالليل بيروح سرحات وبيقابل سليم، ولكنه بيتفاجئ إن سليم بيضربه بالنار في كتفه، فبيجري منه سرحات ناحية البحر، ولكن سليم بيجري وراه وبيحاصره وبيصوب مسدسه ناحيته وبيقول له إن كنان هو اللي أمر بقتله. فبيستغرب سرحات وبيقول له إن مستحيل كنان يعمل كده لأن كنان صاحبه من زمان. فبيقول له سليم إن كنان كل اللي يهمه هو إنه يحمي عيلة أونور وبس. وبعدها سليم بيضرب سرحات بالنار وبيقع سرحات في البحر، وبيروح سليم يقابل كنان وبيقول له ان هو قتل سرحات، فبيطلب منه كنان ان هو يختفي ويبعد عن الانظار. وبعدها كنان بيبلغ اهو ان هو اتخلص من سرحات، وتاني يوم بيروح أونور يبلغ جدته ان هو هيعرفها على البنت اللي هو بيحبها، وبيقول لها ان هو هيعزمها على العشاء الليله دي. فبتفرح زمرد وبتقابل نالان وبتعرفها باللي قاله أونور. وفي نفس الوقت بيكون الموج حدف سرحات على الشط، وبيشوف واحد من اللي موجودين في المكان وبيطمن عليه وبيكتشف ان هو لسه عايش، وبيدي له سرحات تليفون صاحبه حكمت علشان يتصل بيه. وبعد شويه وقت بيوصل حكمت وبياخد سرحات على مكان سري. وبالليل بتكون قهوة مع أونور في عربيته وبتكون جاهزه علشان تحضر العشاء، وده بعد ما أونور اتفق معاها ان هي تدخل البيت بصفتها البنت اللي هو بيحبها وعاوز يتجوزها. وبنفهم ان أونور بيعمل كده علشان يبوظ خطه نالان، وده لان هو عارف ان هي عايزه تخليه يتجوز زينب. وبيقول أونور لقاهو ان هو ما بيحبهاش، وبيطلب منها ان هي ما تصدقش الدور اللي هي بتمثله، فبتقول له اهو ان كل اللي يهمها ان هي تكون جنبه بس. وبعدها بيوصلوا البيت وبينصدموا لما بيشوفوا نالان وهي جايه مع زينب، وبتعرفها على زمرد اللي هي البنت اللي أونور بيحبها، وبتنصدم اهو وبتخرج من البيت وهي متعصبه جدا. وبعد العشاء زمرد بتاخد زينب وبيروحوا يتكلموا في اوضتها، وبيتعصب أونور على امه وبيلومها على اللي هي بتعمله، فبتقول له ان هي بتنقذه من الغلطه اللي هو كان هيعملها، وبتقول له ان هي عارفه ان هو مش بيحب اهو، ده غير ان جدته مبسوطه بزينب لان هي شايفه ان الزوجه المناسبه ليه. فبيسيبها أونور وبيخرج من البيت وهو متضايق جدا، وبتروح له اهو وبتقول له ان نالان بتدفع فلوس ابو زينب وان هو ده السبب اللي بيخلي زينب تنفذ كل اوامر نالان. فبيتعصب أونور وبيوصل لقمه غضبه، وبتروح زينب علشان تتكلم معاه فبيكلمها بطريقه وحشه، وبيقول لها ان اهو هي اللي هتوصلها لبيتها، وما بتكونش زينب فاهمه اللي بيحصل، لكن أونور ما بيردش عليها وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم زينب بتقابل أونور وبتساله عن اللي بيحصل، وبتقول له ان هي ما بقتش فاهماه لان هو اوقات بيعاملها بحب واوقات تانيه بيعاملها بقسوه، وبتطلب منه يعرفها اذا كان بيحبها ولا بيكرهها. فبيقول لها أونور ان هو ما بيحبهاش وان هو بيتعامل معاها كويس علشان هي انقذته من الموت مش اكتر. وبيمشي أونور وبيسيب زينب وهي بتعيط ومنهاره. وبعدها بيروح ابو زينب لنالان وهو متضايق، وبيحكي لها على اللي أونور عمله مع زينب، وبيفهمها ان هو هيرجع لها فلوسها لان هو مش عاوز يشوف بنته حزينه. فبتهدي نالان وبتقول له ان دي خناقه عاديه بتحصل بين اي اتنين لسه بيتعرفوا على بعض، وبتطمنه وبتقول له ان هي هتخلي أونور يعتذر لزينب ويصالحها. وفي الوقت ده بيكون سرحات فاق بعد ما حكمت عالجه من اصابته، وبيحكي سرحات لحكمت على اللي حصل وبيكون عاوز يروح لأونور وينتقم منه، وده لان هو متاكد ان هو اللي قتل امه وبعت وراه سليم علشان يقتله. فبيفهمه حكمت ان هو لازم يختفي لحد ما يسترد صحته، ده غير ان أونور لو عارف ان هو لسه عايش هيقتله. وبيقول حكمت ان هو هيدخل البير ابن سرحات لدار ايتام، فبيتعصب سرحات وبيكون رافض اللي حكمت عمله. فبيفهمه حكمت ان هو عمل كده علشان يحمي البير من أونور لانه ممكن يقتله. وفي البيت نالان بتوري أونور الفيديو اللي قهوه بتعترف فيه بقتل سحر، وبتقول له ان هي هتسلم الفيديو ده للشرطه علشان يقبضوا على قهوه. فبيعترف لها أونور ان هو اللي قتل سحر وان قهوه عملت كده علشان تحميه. فبتطلب
منه نالان ان هو يتجوز زينب والا هي هتبلغ الشرطة عنه وعن اهو. فبيضطر انور ان هو يوافق على كلامها وبيروح لاهو وبيتخانق معاها وبيقول لها ان امه وصلت للفيديو اللي هي سجلته وانه بسبب تهورها وتصرفاتها الغلط امه اجبرته ان هو يتجوز زينب. وبعدها بيروح انور لزينب وبيحاول يعتذر لها لكن زينب بترفض اعتذاره وبتقول له ان هو كسر قلبها بكلامه وان هي مش بتثق فيه. فبيرجع انور على بيته وبيكون محتار ومش عارف يتصرف ازاي ولكنه بيروح لجدته وبيقول لها ان هو جرح زينب من غير ما يقصد وان هي زعلانه منه ومش عايزه تكلمه. وبيقول انور لجدته ان هو بيحب زينب وعاوز يتجوزها في اقرب وقت. فبتفرح زمرد وبتطمنه وبتقول له ان هي هتساعده. وبالليل بتتفاجئ زينب بانور وعيلته وهم جايين يزورهم في البيت وبتعرف ان هم جايين يطلبوا ايديها وان ابوها كان عارف ومخبي عليها هي واختها. وبيطلب انور من زينب الجواز ولكنها بترتبك وما بتردش عليه. فبتسالها زمرد لو كانت عايزه تبقى مرات حفيدها. فبترد عليها زينب وبتقول لها ان هي موافقه. فبيفرحوا كلهم. وبعدها انور بيلبس زينب خاتم الجواز ولما بيرجع انور بيته بيروح يقعد لوحده وبيطلع صوره قديمه ليه مع مراته اللي ماتت وبيفضل يتفرج عليها وهو حزين. وفي نفس الوقت بتكون زينب قاعده مع اختها بيرنا وبتقول لها ان هي خايفه ان انور يكون متجوزها لان جدته زمرد اجبرته على كده. وما بتكونش زينب عارفه اذا كان جوازها من انور هيخليها ترتاح ولا هيكون سبب عذابها. وتاني يوم حكمت بيدي اوراق هويه مزيفه لسرحات وبيفهمه ان دي هتبقى اوراق هويته الجديده. وبيقول له كمان ان هو قدم له على وظيفه كفرد امن في عيله انور. فبيتحمس سرحات جدا وبيقول لحكمت ان جه الوقت علشان ينتقم لامه من انور. وبعدها بيروح سرحات لبيت انور وبيكون واقف مع افراد الامن اللي متقدمين للوظيفه. وبيجي انور علشان يختار واحد منهم وبيمسك المسدس وبيفضل يضرب نار في الهواء. فبيخافوا كلهم وبينزلوا على الارض ما عدا سرحات واللي بيكون هو الوحيد اللي واقف في مكانه. فبيقرب انور من سرحات وبيوجه المسدس لراسه فبيخطف منه سرحات المسدس وبيقول له ان هو ما بيحبش حد يرفع عليه السلاح وبيديله المسدس وبيسيبه وبيمشي. لكن انور بينده عليه وبيقول له ان هو اختاره للوظيفه. وبيقول انور لكنان ان من اللحظه دي سرحات هيكون هو الحارس الشخصي لزينب. وبعدها بيروح سرحات لبيت زينب وبيقول لها ان هو بقى الحارس الشخصي بتاعها وبيعرفها ان هو جاي علشان يوصلها لبيت انور. لكن زينب بتكون قلقانه منه وبترفض ان هي تركب معاه العربيه. فبيقول لها سرحات ان هي لو ما ركبتش معاه هيخسر وظيفته. فبتوافق زينب ان هي تركب معاه. وبعد ما سرحات بيوصل زينب للبيت بيروح لمكتب انور علشان يبلغه. واول ما سرحات بيفتح الباب بينصدم لما بيشوف اهو. فبيخرج بسرعه قبل ما تلف وشها وتشوفه. وبيفضل سرحات يعيط لان هو فاكر ان اهو انتحرت. وبعدها كنان بيقابل اهو وبيقول لها ان نالان بقالها فتره بتجمع عنها معلومات وبيحذرها وبيقول لها ما تدخلش في اي مواجهه مع نالان. وده لان نالان اذكى منها بكتير وان لو نالان كشفت حقيقتها فده معناه نهايتهم هما الاثنين. وبالليل بيكون سرحات مع صاحبه حكمت وبيحكي له على اللي هو عارفه وبيقول له ان هما لازم يخفوا كل صور اهو من المطعم وده علشان ما حدش يكتشف ان سرحات يبقى هو جوزها لحد ما هو يخلص خطته وبعدين هو هيتصرف معاها بطريقته. لكنهم بيتفاجئوا ان كنان بيدخل المطعم فبيستخبوا منه بسرعه. وبيكون كنان جاي علشان ياخد كل صور اهو من المطعم. وبعد ما كنان بيمشي بيطلع سرحات من جيبه رساله قديمه من اهو كانت كاتباها له وبتقول له اهو في الرساله دي ان هي خلاص هتنتحر وان هي مستحيل تكون ام كويسه لابنها. وبعد ما بيقرا سرحات الرساله بيحرق المكان هو وحكمته وبيمشوا. وتاني يوم زينب بتاخد فستان الفرح بتاع امها وبتاخد معاها بيرنا وبيروحوا على بيت انور. وهناك بتوريهم زينب الفستان وبتقول لهم ان هي هتلبسه في الفرح. لكن نالان اول ما بتشوف الفستان بتضحك وبتتريق على زينب وبتفهمها ان الفرح هيكون فيه ناس مهمين وان فستان الفرح اللي هي هتلبسه لازم يليق باسم عيلتهم. فبتتعصب بيرنا على نالان لانها بتستهزئ بيهم وبتتخانق معاها وبتيجي زمرد على صوتهم العالي. ولما بتعرف الحكايه بتقعد مع زينب ونالان لوحدهم وبتقدر زمرد ان هي تحل الخلاف اللي بين زينب وبين نالان وبتقول لهم ان هي هتخلي مصممه الازياء تعمل تعديلات على الفستان علشان تخليه يليق بالفرح. وبعدها بتيجي مصممه الازياء وبتبتدي شغل في الفستان. وبعد شويه وقت بتقدر ان هي تعدل الفستان وبيكون شكله حلو جدا على زينب. وبعدها بتروح زينب لانور علشان توري له الفستان وبيظهر ان انور معجب جدا بيها وبجمالها. لكنه بيتفاجئ
تتفاجئ ان زينب بتعيط وبتقوله ان هي حاسه ان هو مجبور عليها وان هو ما بيحبهاش، وبتطلب منه يقول لها الحقيقه وما يخبيش عليها حاجه. وفي اللحظه دي بيدمع انور وبيقول لها ان هي غلطانه وان هو بيحبها فعلا، لكن هو خايف ان يحصل لها نفس اللي حصل لمراته وتموت زيها. فبتقرب منه زينب وبتقوله ان هي بتحبه وان هي مستعده ان هي تتحمل اي حاجه علشان تكون جنبه. وبيجي يوم الحنه وبتكون اهو هي المسؤوله عن تنظيم الحفله، وبتبين قدام الكل ان هي بتبذل مجهود كبير في اللي هي بتعمله، وبتكون اهو بتعمل كده علشان محدش ياخد باله من كنان وهو بيكهرب حمام السباحه، وده لان هم اتفقوا ان هم يقتلوا زينب اثناء الحفله. وبتبدا مراسم الحفله وبتمشي زينب على مشايه ازاز فوق حمام السباحه، وبيستخدم كنان جهاز تحكم وبتنهار المشايه وبتقع زينب في حمام السباحه المتكهرب، وبينصدم كل اللي موجودين في الحفله. وفجاه بيظهر سرحات وبينط في الميه وبيطلع زينب واللي بتكون لسه عايشه ولكن مغمى عليها لان هي اتصابت لما وقعت. وبنرجع بالزمن لبدايه الحفله، وبيلاحظ سرحات ان في سلك كهربا في الميه، وبيشوف كنان وهو واقف جنب اهو ماسك جهاز التحكم اللي في ايده، فبيفهم ان هم عايزين يخلصوا من زينب، فبيروح بسرعه على لوحه الكهرباء وبيفصل الكهرباء عن السلك. وفي الوقت الحالي بتنصدم اهو كنان وبيظهر عليهم ان هم متضايقين من اللي حصل. وبعد شويه بيروح انور للمستشفى وبيكون قلقان جدا على زينب، فبتطمنه بيرنا وبتقوله ان زينب بخير. وفي مكان تاني سرحات بيروح لزمرد وبيعرفها ان هو لقى سلك كهربا في حمام السباحه وان في شخص عايز يتخلص من زينب وكان ناوي يكهربها، فبتتخض زمرد وبتطلب منه ان هو ما يعرفش حد بالكلام ده، وبتعرفه ان هو لازم يتحرى عن الموضوع ويعرف اذا فعلا حد كان عايز يأذي زينب ولا ده كان خطأ عادي من منظمين الحفله. وبتطلب منه ان هو يخلي عينه على زينب طول الوقت. وبعدها بتفوق زينب وبتنبسط لما بتلاقي انور قاعد جنبها، وبتكون اهو بعيد وشايفه انور وزينب، وبيظهر عليها ان هي غيرانه ومتغاظه. وبعدها بيرجع انور على بيته وبيزعق لكنان وبيعرفه ان هو رئيس الامن وكان المفروض يامن الحفله اكتر من كده، وبيقول له ان هو بيدفع له راتب كبير علشان يلاقي منه شغل مظبوط. فبيعتذر له كنان وبيعرفه ان الموضوع ده مش هيتكرر تاني، فبيصدمه انور وبيقول له ان سرحات هو اللي هيبقى رئيس الامن بدل منه، وبيقول له ان ده قرار جدته مش قراره هو. وبعدها كنان بيقابل اهو في العربيه وبيعرفها اللي حصل، فبيتعصب كنان على اهو وبيزعق لها وبيقول لها ان سرحات خد منه وظيفته بسببها، فبتهديه وبتقول له ان هي هتتصرف وهترجعه لمنصبه تاني. وتاني يوم اهو بتجهز نفسها علشان تحضر فرح انور وزينب، وبتروح لها نالان وبتقول لها ان هي متاكده ان هي اللي دبرت الحادثه اللي حصلت لزينب، وبتقول لها ان هي هترفدها من الشغل بعد ما يخلص الفرح. فبتقول لها اهو ان هي لو كانت عايزه ترفضها كانت رفضتها من زمان، وبتقول لها ان هي ما عندهاش الشجاعه تعمل كده، ده غير ان هي ما تملكش القوه علشان تقف قدام انور. وبعدها اهو بتروح لانور وبتفضل تعيط وبتمثل عليه ان امه هددتها، فبيتعصب عليها انور وبيقول لها ان هو ما عندوش وقت لمشاكلها مع امه، وده لان زينب مستنياه وهو لازم يروح لها حالا علشان الفرح هيبدا. وبعدها بيبدا الفرح والجده زمرد بتستقبل المعازيم وهي في قمه السعاده، وبتتجمع العيله كلها مع زينب وانور وبيتصوروا معاهم. وبعد ما بيخلص الفرح انور بياخد زينب وبيروحوا للفندق، وفجاه بتيجي مكالمه لانور وبيعرف ان في مشكله كبيره حصلت في الشركه، فبيعتذر لزينب لان هو مضطر ان هو يسيبها. فبتحزن زينب وبتاخد شنطتها وبتخرج من الفندق وبترجع البيت. وفي الوقت ده بتكون اهو مع كنان وبيكونوا مبسوطين، وبنعرف هنا ان المشكله اللي حصلت في الشركه هما الاثنين سبب فيها. وتاني يوم بتنزل زينب من اوضتها وبتروح على السفره علشان تفطر مع العيلة، وبتفرح زينب لما بتلاقي انور موجود، لكن نالان بتزعق لزينب بسبب لبسها، فبتتكسف زينب وبتقول لها ان هي هتروح تغير لبسها وترجع، لكن زمرد بتمنعها وبتطلب منها تكمل فطارها. وبتقول زمرد لنالان ان ده اول يوم لزينب ومصيرها تتعلم عادات وتقاليد العيله. وبعدها انور بيقابل اهو وبيزعق لها وبيقول لها ان هو عارف ان هي اللي تسببت في المشاكل اللي حصلت في الشركه الليله اللي فاتت، وده علشان تبوظ ليله دخله زينب. وفي نفس الوقت بيشكرها ان هي عملت كده لان جدته بتشوفه هو بيضحي باسعد اوقاته علشان الشركه. وفي وقت العشاء زينب بتكون في كامل اناقتها، فبيعرف هنا انور ان امه سيطرت على زينب وخلتها تسمع كلامها. وتاني يوم زينب بتجهز نفسها علشان تروح المدرسه، لكن نالان اول ما بتشوفها بتزعق لها وبتقول لها ان الناس هيتكلموا عليها وهيقولوا ان هي بتتخلى عن جوزها، خصوصا وان الناس كلها عارفه ان الشركه بتمر بازمه وان انور لوحده هو اللي بيحاول يحلها. وبعدها بيرنا بتزور اختها
زينب علشان تطمن عليها، لكن بيرنا بتتفاجئ ان تصرفات زينب اتغيرت تماما، وبتقول لها ان تصرفاتها بقت زي تصرفات نلام بالظبط، وبتمشي بعد كده وبتسيبها. فبتزعل زينب وبتفضل تعيط، وبتروح لها الزمرد وبتخفف عنها، وبتعرفها ان مع الايام هتتعود على الحياه دي. وفي الشركه نلام بتدخل المكتب على انور وبتطلب منه ان هو يرفد اهو من الشغل فورا، وبتقول له ان هو لازم يختار بينها وبين اهو. فبيختار انور امه وبيرفد اهو من الشركه، فبتنصدم اهو وما بتكونش مصدقه ان انور ممكن يعمل فيها كده. وبعد ما اهو بتمشي، نلام بتدي لانور الفلاشه اللي عليها الفيديو بتاع اهو، وبنعرف هنا ان انور رفض اهو في مقابل ان هو يحميها من شر امه. وبعدها انور ونلام بيرجعوا للبيت سوا، وبتنصدم نلام لما بتلاقي اهو هي اللي بتفتح لها الباب وابتسامتها ماليه وشها. وبيخلص الجزء الاول من المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة في المتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفكوا الملخص اللي جاي، ويلا سلام.